لكن أصدقائي رجعنا نحن وياكم من بعد هيدا الفاصل، وأكيد كنت قلت لكم أنه ضيفنا مميز اليوم هو الصوت الجبلي العريق، هو ابن زحلة، هو ابن الكرم والأصول، هو الشخص اللي كيف من جابت سيرته ما بينحكى عنه إلا بالمنيح، لأنه هيدا تاريخه وهيدا إرثه، وهيدا الفنان صاحب الأخلاق العالي اللي بحافظ على حاله كل هالفترة من السنين، هيدا الفنان اللي إذا حكينا قدام الكبير أو الصغير أو أي جيل بتلاقيه ماشي مع كل هيدي الأجيال وكل الناس بتحبه وكل الناس بتسأل عنه. هو بكل اختصار هو نقول القصة حاج، صباح الخير. اهلا اهلا، يسعد صباحك. كيفك يا عم؟ اشتقنا لك. والله انا منيح، انا كثير خير، الله ماشي ماشي الحال، ان شاء الله انت تكون بخير. والله الحمد لله. اول شيء هالسؤال الشهير، طمنا كيف عم تقضي وقتك بهالحجر؟ بهالحجر والله يعني انا مناش كورونا علي كثير منيح، كثير خير الله. كثير خير. قول انتم بهوا زحله ما بيأثر فيه الكورونا. لا انه بتعرف مثل كل الناس يعني في انتباه كثير، في من يعني في كثير ضوابط لازم عم نعيشها وان شاء الله نضل نعيشها بعدين، لانه كورونا اعطتنا درس كبير بالرغم من انه هي مؤذيه مما كان سببها وشو ما كان مصدرها. بعرف انه هذه محطه بالحياه لازم ناخذها بجديه لحتى نقدر نعطي قيمه انسانيتنا اكثر. صحيح. شو علمتك حاج على المستوى الشخصي كورونا، على الصعيد الشخصي، على صعيد العائله، على صعيد العمل؟ شو حسيت حالك أخذ درس من هالجائحة الكورونا؟ يا خي الدرس الكبير، الدرس الكبير إنه عم نرجع إذا بدك مكرهين للي لازم نكون فيه بطيبنا وبتفكير كتير منطقي بمعنى الحياة وشو عطتنا الحياة وقديش رح لازم نحافظ على هالحياة، إن كان من خلال الحوالينا، ولادنا، كبارنا، حتى رفقاتنا. في قيمة معينة وعدتنا عليها، مع أنه أنت بتعرف يعني والحمد لله كتير خير الله، مع أنه الضوابط الأساسية والترتيب والتهذيب صارت شوي مش عم تنصرف مع كل العالم. صح. مع احترامي لكل الناس، بس أنا هاي سيرتي مش لأنه أنا بحب فرجي العالم أنه هاي سيرتي، أنا هاي كربيت وإن شاء الله كتار يكونوا ربيوا هاي. صحيح. بقى علمتني، ثبتت لي اللي أنا بعرفه، والأوقات مثل كل الناس منشط شوي بحقد معين، بضغينة معينة، بوصولية معينة بتحاول لحتى تحصل على غرضك ولو كسرت الآخر معليش. لا مش معليش أبدا، لأنه الدنيا هذه اللي وعدتنا عليها وثبتت لنا قناعاتنا إذا نحن أوريدي واعيين يعني. 100% أصلا يعني نحن مثل ما بلشت أنا بالحلقة، يعني كلنا منشهد على أخلاقك وعلى محبتك لعائلتك وقديش أنت إنسان حبيبي. قديش أنت إنسان نظيف حتى يعني فنيا واجتماعيا، ما بشوف حدا، ما منحكي مع حدا وبجيب سيرتك بالعاطل على طول، كل الناس الحمد لله بتحبك وبتحكي عنك بأصلة طبعا. حج كأنك أطلقت شيء، أغنية حلوة هيك بهيدا الفترة، شو الموضوع؟ كيف طلعت معك هالفكرة؟ والله هذه الفكرة يعني مثل يعني كل إنسان بمجاله بمطرحه بده يحاول يفعل أمور معينة، هذه فترة ضغط معنوي منا هيني يعني، قد ما نحن شوي حاولنا نبسطها منبسطها لأنه نحكي اللي لازم نحكي لحتى نوصل فكرتنا ونسهلها على الناس، بس بطريقة غير مباشرة كمان عم نحكي حالنا ونلجم شوي إذا بدك هل شو بيقولوا هالضغط اللي علينا يعني، ضغط النفس اللي عم نتعرض له يعني. ايه يعني بقى فأنا بالمبدأ فعلتها بطريقتي وبصوتي وبرسالتي اللي لازم يعني لازم كل إنسان يفعل مقدراته بهيك حالات إكستريم يعني. أنا هيك أغنية حكيت مع نعمان الترس صديقي وعزيزي الشاعر وقلت له من خلال أسئلتنا بتعرف كيفك، شو عم تعمل، وين أيامك، شو كيف أوقاتك عم تقضيها، قلت له والله لازم نعمل شيء نقدر نكون مواكبين للموضوع، حد مجتمعنا من خلال شغلنا بالنهاية. قال لي وانت قلت خلينا نشوف شو بدنا نعمل، ما قطع 24 ساعة بعت لي هالكلمة ضلك بالبيت، وانا وهي لقيتها بالطريقة البلدية هيك بتحس انه عم تحكي بكتير توصل للقلب اكتر يعني 100%، حتى بطريقة صياغتها يعني، بطريقة كلامها، بطريقة اللي بيسمعها بيشوف تفاصيلها طالعة مثل كأنه كل انسان عم بيقولها. نعم. ودغري طلع لحنا، دغري لحنتا، وأنا من نافع كورونا مثل ما بلشت وقلت لك إنه أنا عندي بعيد عن البيت تقريبا شي 500-600 متر مكتب يعني. نعم.
جهزته من فترة، جهزته بمثل استوديو، كان هوم استوديو على الخفيف يعني. نعم. وهيدي الموضوع ففعل مع أصحاب إلي هيك، أعطوني شوية معلومات، بلشت عم بنفذ موسيقى برافو. تنفيذا يعني. شفت أها. كيف؟ هيدي شغلة بدها علم، بعيدا عن الموهبة بدك تكون عندك معرفة صح. بهالسوفتوير. وهيك صار، نفذتها يعني، لحنتها ونفذتها وغنيتها وخلصت، ضلك بالبيت. وبالبيت انا وقاعد هيك بدي اشوف كيف بدي اصورها، وقلت لين هام وين بدي اروح لازم تصورها بالبيت لانه هي ضلك بالبيت. وهذا اللي صار، وهذا مية اللي صار، بالمية وهذا اللي صار. صورناها بالبيت مع حلو. العائلة، ماريا على الطبلة وانا على البيانو وسارة على الجيتار، وصورناها وطلعت الغنية. زياد طلعت حلو الغنية حلو حلو حلو. ووصلت بمصداقيتها، وهلا بالمراتب الاول يعني، بالاحرى الاولى بدون منازع، شفتها لانه شفتها هالقد صادقة. صح. شفت كيف؟ وهيدي هي منافع كورونا، قدرنا فعلنا شيء، فتنا على بيوت الناس، مش بس سوقنا جمالنا يعني، بالعكس انا صورتها. اذا بدك انا عم بشتغل بعوانيت النظر، صورتها يعني بكل بساطه. حتى بنتي عم دق على العود بالفيديو بالبيجاما، انا وبنتي لابسه كلسات يمكن مش لازم يطلع على الشاشه يعني. لايك يعني، يعني مثل ما هي بالبيت اكيد مع الضوابط الاخلاقيه طبعا المؤدبه لازم طبعا. تفوت على بيوت الناس، وطلعت غنيه. حلو. طب وهيدي فينا نسمع شوي منها؟ تسمع منا، ما اتفقناش هي مدفوعة أو بلا مش مدفوعة. ما بدها نحن عيني هي. ما نحن نحن معودين على كرمك اساسا يعني، من هناك من طمعنا فيك بنحكي يعني. حبيب قلبي انا ببعث لك رقم الحساب بعد شوي. اي الله اوكي. بدي اعزبك. بتقول ضلك بالبيت فكر اكتر بحبابك، وجودك بالبيت هلأ أحلى من غيابك. ضلك بالبيت فكر أكتر بأحبابك، وجودك بالبيت هلأ أحلى من غيابك. حد الأحباب سكر هالباب، بتداوي البيت بالقفل اللي عبوابك. ضلك بالبيت هيد ما طلع. ما شاء الله يعني، عن جد عن جد الله يحمي لك هالصوت، لانه يعني نحن هلا بس هيك للمستمعين يعني، نهار الاحد الصبح 10 الصبح وعينا للحج لنحكي نحن وياه وبلا موسيقى وعلى التليفون وبيطلع اسم الله صوته من دون منازع يعني، ما شاء الله عليك. هذا الصوت النقي والحلو ومخارج حبيبي. الحروف السليمه اللي هاي عم نفقدها الحمد لله. هالايام. كتر خير الله، ماشي الحال. اهم شيء المتلقيين واللي عم يسمعوا يكونوا مثل افضالك، يقدروا. ما في شك انه الدنيا بالف خير، في ناس بتقدر. اهم شيء الاعلام اللي مرق، حتى انتبه موضوعنا بخصوص الاعلام يلي هو معتبر حاله امبراطور كان ببعض الشاشات وبعض الناس، انه لا انا بسلط هيدي الضوء عليك وبخفي هيدي وبشيل هيدي، معتبر حاله انه ملك. لا، لازم الحلو يوصل بمصداقيته، وهيدي كمان لازم يتعلموها صح. الاشخاص اللي عندهم هالمنابر عن جد يعطوا الحلو حقه، ولو كان في بعض المعلنين اللي عندهم قدرة إعلانية بس مضمونهم مش منيح، مش لازم نعطيهم ضوء، لازم نعطي الدولة الأشياء الحلوة. صح. نهاية من صح. ضمن المساجات يعني. صح. تعرف شو، نحن تعودنا عليك على طول بتمرق هيك مساجات صغيرة بس بيكون لها نعم. معاني كبيرة. فينا نعتبرها نحن عتب او صرخه، خلينا نسميها فنان عم يتالم من الاشياء اللي عم بيشوفها هيدي الفتره. انا بسميها الصراحه الشعوذه الفنيه، لانه ما بدنا نحكي عن حدا، بس عم بسمع اشياء هيدي الفتره اقل ما يقال عنها انها شعوذه فنيه يعني. شو رايك بالموضوع؟ سلام لي، سالتني وجاوبت انت هلا يعني، بمعنى انه مزبوط. في نقمة ايه، في عتب ايه، بس عتب قد المحبة وعتب يعني. انت بتعرفني يعني، انا بحكي بالصفاء، ما بحكي لأجرح، بحكي لوجه بكل بساطة يعني. موضوع لازم يوعوا للموضوع، اكيد الاعلان مهم، اكيد لازم المؤسسات تتدخل مداخيل لحتى تقدر تغطي، بس مش معناته انه نحن نسوي شو ما كان بس لندخل مداخيل يعني. لا، ما مقبول، لانه في ولاد عم يكبروا، في اجيال عم تكبر، وهلا بكورونا وصلوا العالم لموضوع انه صارت النوعيه وكيفيه نقاوه الحياه. ولك يا خيي بالوقت الحاضر، لمجرد نضبط العالم ببيوتها لاجل هالفيروس اللئيم اللي صار، اللي بمطرح من المطارح له منافع، لك الجو نقي، نفسنا صح. نقي صح. صح. يعني انتبه، الموضوع كله سوا لحق بعضه، مش بس متعلق بشوية غباير. بالفن في غباير، بالطقس في غباير، بالاعلام في غباير،
بين الزلمه ومرته في غابير. اقول لك هلا بهيدي الفتره، بانه هالاشياء كلها عم تنضف، قديش احتمال نعم تنضف هالساحات الفنيه والاعلاميه برايك؟ يا خي، الاتكال برجع على المنابر اللي بتوصل. يعني هلا مثلا، هلا بالنهايه صار كل واحد عنده مؤسسته بين ايديه. يعني انا بقعد بعمل غنيه، بفتح يوتيوب وبكبها يوتيوب وبتروح. طب صح. انا بدي هاليوتيوب، هالمضمون الموجود على اليوتيوب او غيره وغيراته في كتار، يكون يشبهني، وبمطرح من المطارح يكون واعي انا لمبدا انه الحياه مشوار. هذا المشوار يا بدك تنذكر بالخير وتكون انت زدت ولو واحد ميلي على الـ على الـ على ولانه تفكر انطلاقا من اولادك بالاول، بس تفكر باولادك، ومن خلال اولادك وصلت لمليارات الاولاد اللي هن بهالمجتمع فالتين بالدنيا مثلهم. يعني اذا بدك تفكر بالطريقه، بعتقد اكيد بدك توصل لوقت انه تنقي الجو الفني. جوابا على سؤالك، تنقي. في ناس بيقولوا لي لك يا عمي، نحن وقت نقعد مثلا نسمعك او نسمع اللي مثلك الحلوين، بننقي دينينا، بنحس انه عم نعيش حياتنا بسلام اكثر وقت نسمع شيء حلو. ليش عم يخبطوا عمقنا بالطريقه؟ يعني كل شيء لحق بعضه. تعرف شغلة، يعني أنا دايما تعودت بمقابلاتي مثل ما هلأ، يعني كمان للجمهور صار يعرف أنه أنا ما بحضر أسئلتي وبعمل مقابلة دغري مباشر. والحلو بالموضوع أني بس حكيتك، حتى أنت ما سألتني أنه شو بدنا نعمل على الهوا، كمان هالقد أنت حقيقي ودغري طلعت المقابلة بدون أي تردد. هيدي شغلة بس لنحكي عنها. الحلو بالحديث معك أنه لتعرف الفنان الحقيقي وين، وأنا تعودت بيقولوا لي أحيان أنت صريح لحد الوقاحة، بس أنا مش موضوع وقاحة، أنا موضوع أني بعطي كل إنسان حقه وما بعرف بي الطناجر الصراحة. يعني فبمكان ما أنه اليوم أنا عم بحكي بفنان راقي بحجمك، أنت عم تحكي معي عالتليفون، هالقد عندك رنة صوت فنان، فنان حقيقي، بالوقت اللي مثلا مع احترامي للآخرين بكون عم تحكي مع شخص مفروض أنه هو فنان. يا عمي هيدا هو نفسه اللي عم يغني، يعني بتكون عم تسمعه بالغنى شيء وبس تحكي معه شيء تاني، يعني لا مخارج حروف، لا منطق سليم، لا كلام حلو، مجرد يلا صف كلامه بيطلعوا بيحكوا، بتجي عم تحكي معه ما بيعرف يحكي، يعني هيدي الأسوأ. بينما الحديث معك اليوم هو عبارة عن حديث شخص مثقف فنيا، وأنا كمان هيك كنت عم تابع أنه أنت اليوم خريج جامعة ودارس دارس بالكاسليك، يعني عندك مشوار فني كبير. يعني الفنان اليوم مش بس طلع وتجمل وغني، نحن نفتقد، يعني نفتقد أساسا إلى ناس بقامتك وبحجمك وبصوتك الصراحة. تسلم لي. أنا بشكرك، يعني بشكرك، خجلتني. عم بعمل واجباتي صدقني، موضوع منه شوفوني أنا، لو يعني حتى من إن في أشخاص بيقولوا لي إيه لا لازم تفعل وتعمل وتحط عم بعمل اللي لازم أعمله. أنا بكل بساطة ما بفتعل، يعني ما يعني بتشكرك لهاللفتي، بس ما عم بعملها. يعني بتشكرك انه شفتها انه انا هيك، لانه في اشخاص بدك تكون، عفوا الكلمه، فاجر حتى بانتاجك تكون فاجر لحتى تقدر تبين بين هالكم الكبير. انا بالنسبه لي اخذ عهد على نفسي من بعد بعض الهفوات كثير بسيطه بمسيرتي، ان كان من اوقات اختيار كلمه معينه او الانجرار ورا بعض الموضه اللي كانت حلوه بمطرحها بس مش حلوه الي. يعني بتصير تقلب نوع من الخيارات لاغنيه معينه حبيتها كثير بصوت اكس من الفنانين، بتقول ليش مش انا، بتعملها بتحس انه ايه لا مش انا، لانه في اشخاص لازم يكونوا مركز كمان، صح، اللي هني صح. مثلي وان شاء الله يكونوا كتار، يكونوا اللي بيسمعوا يقولوا ليش انا مش مثل الاولى، ليش اللي بدي اتاثر انا باكس واجراك يلي صح. حلوين مطرحهم، ليش بدي يكون نسخه عنهم وتطلع مثل ما بتلبق لي. بقى الواحد يفعل وزناته قديش هو قادر يكون حقيقي فيها. وتاكد مهما كان في اعلام، لمجرد انت تعمل عملك، ان كان بتقديمك، ان كان بغنيتك، ان كان بشو ما كان، حتى باي موظف، بصدق وبشفافية وشي يكون مزبوط. يعني أنا عندي عنوان بيقول كل إنسان، لو كل إنسان بيعمل واجباته كانت الدنيا بألف خير. صح مية بكل بساطة. بس في ناس عم بيتخطوا واجباتهم لحتى يطالوا يعملوا واجبات الآخرين من خلالهم اللي ما بتلبق لهم، عم تطلع الشغلة فيك ومش مرتبة ومش هيدي بنحطها تحت خانة جوع الشهرة، أنا بسميها ايه اللهس وراء الشهرة. صح. وليس انه الواحد يعمل بيصير بتحسه مثل، عفوا من الكلمة، مادد لسانه مش عارفين كيف بده يقدو الشيء تاني حواليه بس ليبين هو. لا يا حبيبي، وينك رايح؟
صح. وينك رايح مين ما كنت تكون، يعني ان كان باي دومين اللي كان بقى. هذا انا وبتشكرك انك شفته وافرته ووصلته للناس برايك، الله بتشكرك. يخليك. يعني نحن الحمد لله، يعني انا تعودت وعودت مستمعيني انه ما احكي الا الحقيقه. يعني لو مثل ما قلت لك كانوا يقولوا لي احيان صراحتك وقحه، بس انا ما بعدها وقاحه، بعدها حقيقه لا لا لازم ابدا مش تنقال. وقاحه، ابدا مش وقاحه، اوعى اوعى وخليك هيك مثل ما انت. وانا اوقات كثير بيعتبروني انه كمان عندي نوع من الوقاحه معينه، انه في عنوان زياد بيقول اللي ما بده شيء ما بيخاف من شيء. صح انا صح ما بدي شيء، صح يعني انا ما بدي اقول لحتى ابرم حول الكلمه 600 برمي لاقول لك اياها وبدري شو لحتى اكون عم بقدر اضمن برده الفعل تبعك يطلع لي شيء. انا بس بنفس الوقت عندي الكنترول وعندي التهذيب الإنساني وعندي التنمق بطريقة الكلام، استعمل العبارات اللي ما بتجرح بس وصل المساج اللي بدي إياه. صحيح صحيح. إذا هيك هلأ أنت عبالك تمرق لك شي غنية، شي مقطع، شي موال عن الوضع اللي عم نحكي فيه، شو بيطلع معك هيك فجأة؟ لايك يا زياد، بدي أعطيك شغلة هلأ. أنا يعني هلأ عم نفذها باستوديو، ايه وهيدي تعتبر لإلك ولبرنامجك ولكل مستمع اللي عم يسمعه اكسكلوزيف. الله يخليك يا رب، الله يخليك. لكن لحظة لحظة، لكن الحاج هلأ عم بيعطينا اكسكلوزيف لصوت سيدني، ولح نكون هلا مع شي ما حدا سامعه ابدا ابدا، خلينا نقلها لندى فريد هلا، لاعلاميتنا ندى فريد، وهيدا احلى سكوب لصوت سيدني. تحياتنا لندى وتحياتنا لكل شخص نشيط وين ما كان موجود بالدنيا. حلو النشاط، الله حلو يخليك، النشاط. يلا كلنا سما. لك شو بتقول؟ هي كلمات سيمون سفاير، نعم. بتقول عن طريقك شردنا يا ربي وتبعدنا، عن طريقك شردنا يا ربي وتبعدنا، سامحنا يا رب الكون، سامحنا يا رب الكون، سامحنا يا رب الكون، على الخطيئة تعودنا. شو رأيك؟ الله 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 الله، شو هالترتيلة الحلوة هيدي، مثل على نظام ما الترتيل. اسمها ترتيلي، هيدي مناجاة، هيدي اسمها كتير حلوة، كتير عم كتير بحكي كتير. مع رب الكون. إن كنت أنا مسلم وإن كنت مسيحي وإن كنت أنا إنسان، في عندي رب كبير خلقني عم بطلب منه السماح لأنه أنا ما فعلت الوزنات مزبوط. عودة لكلامنا اللي صار، نعم. عم بطلب منه يسامحني ويوديني على الخط المزبوط لحتى بالقليلة اتشكر نعمة وجودي من خلاله. يا لطيف، كلام كبير 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 وحلو، يطالع كتير بصوتك. هاي هلا عم تعملوها يعني؟ هلا خلصت بالموسيقى ولكوني هلا عم بعملها ماستر عندي انا كمان، نفذت انا من حلو. كلمات سيمون سفاير. عندك كوبليت بتاخد العقل وقريبا رح تسمعوها، وبعتقد رح تكون لحظة تأمل عند كل مين بيسمعها. في ناس رح يتشعر بدنهم، في ناس رح يبكوا، في ناس رح يحسوا الدنيا بألف خير، في ناس رح يحاكموا حالهم ويطلعوا يقولوا مزبوط مزبوط. إن كنت أنا فنان، إن كنت أنا إعلامي، إن كنت أنا مصرفي، إن كنت أنا عفوا من الكلمة شو ما كان، تاجر عندي سوبر ماركت، إذا 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 السلعة عندي حق 1000 ليرة لأنه الوضع مش منيح شبقتها ل 4000، لازم يطلب السماح. لأنه خيو الإنسان بدون ما يقصد عم بيأذيه بالفترات الصعبة بدل ما يكون في تعاضد إنساني. صح 100%. والله نيالنا انه بعد في ناس مثلك الصراحة بتفكر بهذه الطريقة، وان شاء الله ان حبيب شاء الله قلبي، هالرسالة الانسانية وهالمناجات الحلوة اللي هي من صوتك، اللي اكيد بيخرق كل القلوب وبيخرق حبيب قلبي، الاذن الموسيقية الصح، توصل تسلم بالطريقة لي اللي نحن معودين عليها. يا رب. وما نقول لك حاج، نحن يعني ما بينشبع منك ابدا، وعلى امل تسلم لي لقاءات اخرى. بشو بتحب انت تختم لصوت سيدني ولكل مستمعينا حول العالم؟ والله. تحياتنا لصوت سيدني وكل مين عم بيسمعنا حول العالم، ولا ندى يعطيك ألف عافية، وأنت زياد أنت الله يقويك، اجتمعنا بكذا لقاء وأنت من الناس اللي بتستاهل كل خير الله بأي شيء عم يخليك يا تعمله. رب. وشو بدي أقول لك، يعني ما الكلام يمكن نوقف الكلام، بدعي الناس لحتى بهالجملة هيدي بقول لهم
فرفح وغني في حياتك دوم، اصغي لقلبك ما يهمك لوم، فرفح وغني في حياتك دوم، اصغي لقلبك ما يهمك لوم، هم الدنيا انسى عكيفك عيش، عمرك بيمضي في ثواني ويوم، هم الدنيا انسى عكيفك عيش، عمرك بيمضي في ثواني ويوم. الله الله الله، عن جد مش حلو، مش حلو اللقاء يخلص ابدا الصراحه يعني. اوكي مستمعينا، كان معنا، انا رح احكي مثل ما قلبي عم بيقول لي احكي، كان معنا الانسان الحقيقي، الفنان النادر، الصوت الحلو الرائع، الانسان القريب من ربه اللي بيخاف على عائلته، اللي هو فقدنا هاي النوعيه من الاشخاص هيدي الفتره. هيدا هو المطرب بكل ما للكلمة من معنى، هيدا هو الصوت الجبلي الحلو، الكلام الحلو، الموسيقى الحلوة، لهيدا الفن نحن بدنا نضل موجهين. الحاج نقول القصة، نحن منحبك كتير وإن شاء الله إلى حبيب لقاء قلبي. قريب. أصدقائي رح نفوت على فاصل ومنواصل من بعده.